إذا مرحبا بكم متتبعين ومتتبعات قناة شوف تيفي من خلال هذا المباشر. حنا تتواجدوا في إقليم اليوسفية اللي تابع لجهة مراكش أسافي، وبالضبط في جماعة الخوالقة. يعني تقريبا حنا في واحد الدوار اللي تيبعد ما يقرب على 15 كيلومتر تقريبا. تنشوفوا بأن التضاريس صعيبة، بأن الأراضي هنايا هذه أراضي سلالية كما تتشاهدوا. يعني كاين بزاف ديال الحجر، ولكن على العموم هاد الناس هادو اللي دائما كانوا تيحرطوا يعني من جدود جدودهم، يعني عندهم تقريبا ما يقرب على 200 سنه، ياك 200 سنه. يعني هذه الاراضي عندها قرون وقرون ما شاء الله، اللي كانوا الناس الساكنه الاولين هنايا في جماعة الخوالقة. كما ذكرت اللي بعيدة تقريبا، هذا الدوار بعيد ب 15 كيلومتر في جماعة سلالية كما تشاهدوا معنا. وللأسف موسم استثنائي كما تنشوفوا، الأغنام راه هما قدامنا. اللهم سقنا غيث ولا تجعلنا من القانتين. تنشوفوا بأنه تضاريس صعيبة بشكل كبير، ولكن المشكل انه ما يقرب على تقريبا ما يزيد على 19 سنه هذه الارض ما تحرطاتش. يعني ما شافش الفلاحه وما شافش بطبيعه الحال تراكتور ولا شي حاجه اللي تتساعد انه باش تزيد بالفلاحه بسبب الصراعات تقريبا ما عرفناش شحال دامت. ولكن غنخليو يعني الناس السلاليين ديال هنا بجماعه الخوالقه هما يقربونا من اصل المشكل، وكيفاش بدا الصراع، وعلاش هذا الصراع، وعلاش ما كانش التقسيم ديال هذه الارض هذه، باش كل كل شخص في هذا الدوار هذا يستافد من حقه في الارض السلاليه اللي من جدود جدودهم، يعني تقريبا من نيامه والديهم هما تيعقلوا على هذه الارض هذه اللي ما تحرطاش تقريبا ما يزيد على 19 سنه. السلام عليكم السي حسن، مرحبا بك معنا في هذا المباشر. كنشكروا قناه شوف تيفي، كنشكركم على التلبيه الطلب ديالنا. المشكل ديالي يا اخي، هاد الارض هادي ما تحرطاتش واحد المده اللي هي تعني 13 عام، وكنتفاجئوا العام اللي فات 2021 بان دار واحد المحضر دارتو الجامعه السلاليه بان حنا حرطنا هاد الارض، وحاط لينا 100 هكتار ديال الحروم، وحنا ما حرطنا حتى شي حروم. ها الواقعه امام ديالك انت، ها الدوار هذا اللي حاطيننا حارتين قرب الدوار، ها الدوار ها هو فينا هو، وها الارض الاصليه ها هي فينا هي، والحروم راه فينا هو. وكنتفاجئوا مؤخرا في هذا 2022 بمحضر اخر، المحضر الاول فيه 100 هكتار، ها هو عندي، نعم ها هو عندي، ها هو المحضر الاول، ها هو عندي، ها هو فينا هو، فيه 100 هكتار. قرب لك الميكرو السي حسن. ها هو المحضر الاول اللي عندي ديال 2021 فيه 100 هكتار ديال الحروم، ديال طرامي الحروم. نعم. ها هي. نعم. يعني فات هذه، هذا الملف هذا ديالو تحكم في محكمة الاستئناف بالبراءة عندنا. عاودوا مؤخرا في هذا 2022 كنتفاجئوا في 8 في شهر 3 كنتفاجئوا بمحضر آخر، ها هو فينا هو. ها المحضر الثاني، ها هو فينا هو، اللي دار في 2022، التاريخ ديالو هو 22 شهر 2 فاش دار. هذا المحضر هذا فيه 120 هكتار، ها هي فينا هي 120 هكتار. يعني الاول فيه 100 تحكم بالبراءة، وهذا دار 120 ودفعوه لمجلس الوصاية. وهاد الارض هادي اللي حنا جالسين فيها عندنا عليها قرار ديال مجلس الوصايه فيه 911 خدام داخل في هاد الارض هادي. وهاد الارض ليها يعني قرنين يعني كان حنا الوالد ديالي انا تقريبا مات 84 عام ومات في 2007 يعني دابا 100 وشي حاجه ديال الاعوام. عاد الابار الجدود ديالو يعني انت كتفاجئوا بهذا المحضر. هاد الناس المشكل ديالهم انا ما باش تعرفش ليا يعني كتكون نزاعات ديال الاشخاص كيدخلوا فيها حوايج اخرين ديال السلطه. انا كمواطن مغربي قايم بالديار الاوروبيه جيت بغيت ندير مشروع في بلادي وعندي الوثائق ديالي، عندي قرار ديال مجلس الوصايه بإزاء القسمه بين الورثه هو عندي، جيت عند السيد القائد تنقول له خصني ندير القسمه باش كل يستعمل الارض ديالو كل يستغل الارض ديالو. حنا 11 وارث عندنا 7 في اوروبا تيعيشوا وكاين 4 في المغرب 3 البنات، وهذا الشخص هو الاخ ديالي هو اللي كيقوم بالمهمه هنا في الاراضي والرعيه ديال كلشي. يعني جيت عند القائد، القائد ما دار معايا والو، درت شكايه السيد العامل ها هي فين هي نعم، وجاوبني حاز الجواب ديال المكتب الشؤون القرويه وشؤون القرويه وصلوه للقيد. كنتفاجئ ما كاين والو التماطول. انا جيت في شهر 7 يعني من شهر 7 جيت ودابا حاليا شهر 3 هذا انا عندي 8 شهور في المغرب. واش انا غنبقى على وثيقه باش نجي انا غندير المشروع ديالي وغنبقى اليوم غدا اليوم غدا؟ ما يمكنش ليا. شنو المشروع اللي بغيت دير السي حسن؟ المشروع دابا ندير الزيتون. حنا عندنا منطقه مزيانه ارض مزيانه عندنا الماء موجود الحمد لله والناس كلهم دايرين مشاريع. انا جيت ندير بحال ايتها الناس، كنجي كنلقى الطماطم في الاداره كنمشي عند القاد تيقول سير غدا اليوم غدا. والمشكل اللي كاين القيد عنده مع السلاليه يعني هما السلاليه تيتلاعبوا باراضي الجموع. يعني هنا الاحصاءات اللي دازت كل هي فيها خروقات كبيره، الناس حصات الحروم. وانا بصيت جيت عند القيد قلت له ودي شوف اشنو المشكل عندنا، قال لي المشكل عندكم حتى شي مشكل غير الصبر دابا نحل لكم المشكل. ولكن بعد كنتفاجئ اليوم غدا تلقى المشكل عند السلاليه اشنو المشكل ديالهم؟ هما هاد الارض تيقول لك حنا غادي نوقفوها لكم، ما عرفنا السبب اشنو المشكل اللي غادي يوقفونا هاد الارض. حنا ارض بوثائق ديالها مسجله في كنوج دوا الحقوق، عندنا حكم ديال الوصايه، حكم ديال المحكمه الاداريه. حنا ما عندنا مشكل حتى مع شي جار، عندنا 16 جار ما عندناش مشكل مع شي واحد كلهم سلانيين. الجيران الناس دول الفلاحه دول القبائل كلهم ما عندناش مشكل مع شي واحد الا هاد الناس الجامعه السلاليه ديال الدوار ديالنا والناس اللي من معاه. اش مدور؟ دوار الحاج رحال اقليم اليوسفيه. عندنا مشكل مع هذا ديال السلاليه كيتلاعبوا باراضي الجموع. انا هضرت مع القاضي في هذه القضيه قال لي ودي ملي قلت له راه كاين فلان بلا ما لا داعي لذكر الاسماء ديالهم، حنا دوار في مارت 60 ديال الساكنه وانا الواحد اللي غدار لي محضر الحروم. فين هو هاد الناس الجواران ديالي ما عندهمش الحروم كلهم داوه. قال لي القاضي راه هذا السيد هذا اللي من الدوار ديالنا هو النائب ديال السلاليه قال لك ودي عنده قرار على الحروم ولكن لا يجوز يدير قرار على الملك العمومي. هذا كان ناشد انا من السيد العامل يتدخل في هذه القضيه يديروا بحث. ما يمكنش واحد عنده في كونج دوا الحقوق عنده 50 خدام ولا 60 خدام وملي كتجي الارض كتلقى عندهم 200 هكتار. من اين اللهجه؟ هادشي من جهه. حنا ما عندنا ما نديروا بالحرم، حنا عندنا ارضنا كان الارض اللي ما تحطاش 30 سنه وكاين اللي 20 سنه، حنا بغينا ديالنا. اما الحرم ما عندنا ما نديروا به. تيقول لك انتوما حرطوا الحرم، راه ما حرطيوش الحرم. انت يعني تفاجئتي قال بشي محضر ولا قرار بانه قال لك بانك حرطتي قرار ديال ليك قرار توقيف الاراضي الكائنه هي مسمى بالقنتور 120 هكتار. راني انا حارطه وانا ما حارطين هاد 120. يعني واضح من خلال هذا المباشر تنشوفوا بانه الارض يعني واقفه جامده ما هي 30 عام ما تحطات. يعني ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه يعني حرط ما باينش. يعني من خلال هذا المباشر واضح باقي الارض يعني عاديه ما كاينش يعني حتى شي حاجه تتعدل بانه راه تراكتور داز من هنا ولا هاد الارض هادي. قال لك حرطوا الحروم ديال الدوار بان في الملف الاول ديال 2021 تحكم البراءه. هاد الدوار فينا هو ها الارض الاصليه حنا فيها ها الحروم هو من الجهه ديالنا الاخرى ما حاطين حتى شي حروم. حنا بغينا نعرفوا اشنو المشكل ديال هاد الناس علاش تيقلبوا. واش حنا كمهاجرين جينا لبلادنا بنديروا مشروع وغنلقاو مشكل باش السلطه تساعدنا تلقاو عراقيل. يعني مشكله هادي راه نعم. دروك حنا كنطلبوا من سيدنا نصره الله يعني تيقول لك اودي راه كاينه واحد المبادره ديال الفلاح وتمويل الفلاح ومساعدات الفلاح راه ما شفنا والو. حنا راه بارضنا وبوثائق ديالنا حنا بنيه ديالنا حنا ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد. وعندنا هذا الحكم عندنا عليه الجيران ديالنا تيشهدوا لينا اما بالوثائق راه هذاك نعم. يعني الوثائق غادي نصوروا مع السي حسن. العموم اللي مهم هو انه الرساله هي اللي مهمه عندنا بطبيعه الحال. باش نشوفوا تا هما الفلاحه اللي تا هما تقريبا هذه ما يقرب على 19 سنه وللاسف ما حرطوش هذه الارض، كان تيتسناو. وكان حنا تعرفوا بانه هذا موسم استثنائي، يعني الامطار الحمد لله تنشوفوا كاين شويه الامطار الخير، يعني كنتفائلوا خير هاد الناس هادو اللي تيرعاو يعني الاغنام ديالهم هنا، كان تيدير يعني كان واحد المنظر مؤسف. حنا جايين في الطريق يعني تنشوفوا اغلبيه ديال يعني الناس هنا اللي عندهم الكسيبه بدات تموت اليوم بسبب الجفاف. تفضل سي حسن. حنا عندنا هاد الناس هما الناس الجيران ديالنا، يعطنا 16 واحد هنايا اللي كتشهد بان الارض ديالنا من مد الناس اللي في عمرهم 70 واللي في عمرهم 60 شهدوا بان الارض راه ديالنا. حنا ما حارتين حتى شي حروم. وهاد الناس الله يهديهم، حنا تنطلبوا لهم الهدايه. ان علاش حنا فين غنمشيو نشكيو؟ يعني انا مشيت عند السيد العامل درت شكايه، جاوبني عليها، درت شكايه الوكيل العامه عندي حتى هي هنايا، ما جاوبونيش. ملي كيجي جواب القيد ما تيدير معايا والو. هنا كاين المشكل، ولكن المشكل من السلاله، حيت السلاله هما اللي مكلفين باراضي الجموع. اللي قال لك هذه نديرها لك، يعني كاين خروقات وكاين شي حوايج اللي ما نقدرش ندخل لهم انا، يعني داك الشيء بيناتهم هما. كاين شي حوايج اللي يقدروا يرغموهم عليك مع ما انت ما تقدرش ديرهم، ولكن يرغموهم عليك الا بغيتي نديروا معاك شي حاجه. يعني هذا راه مشكل كبير ومشكل كبير، ماشي هذا الشيء ماشي عندي انا، عند عده الناس كلهم تيشكوا من الامر، ولكن الغالب الامر تيمشي يشكي، ولكن لا جواب لهذا الشيء. ما كاينش اللي يجاوبك وما كاينش كل بيتصنت ليك. حنا ما عرفناش شنو الحل اللي غادي نديرو في هذا الشيء. نعم، شنو هي الرساله ديالك السي حسن من خلال هذا المباشر ديال قناه شوف؟ حنا الرساله كنوصلها الرساله للسيد العامل الاقليمي اليوسفيه، وكنوصل هذه الرساله لسيدنا الله يذكره بخير جلاله الملك. يعني انا كندير بحث، بغيت نطلب بحث يكون تدقيقي في قيادات الخوالقه بان الناس في هذا الاحصاء ديال التمليك راه حصات الحروم، الملك العمومي حصاته في التمليك بصفه شكون السبب ديالو هما الجماعه السلاليه، اكثر ناس كلشي حصا الحروم. حنا تنطلبوا يكون بحث مزيان ونمشيو للناس ذوي الحقوق، اللي عنده شي حاجه في ذوي الحقوق شده، اما اللي ما عندوش ما يشدش. نعم، كاين ناس كدير قرارات من اين لك هذا؟ انت عندك 60 خدام في كوناش ذوي الحقوق وعندك 100 قطار اللي حاط عليك، من جاتك؟ نعم، خصنا نعرفوا من جاتك. ما عندك وثيقاش ما تشدش، هذا حروم، هذا حق انتفاع لا ليا ولا للجميع. ولكن هما داروا لي الحيازه وداروا لي وثائق ولا ديال في الملك ديالهم. نعم، نستمعوا بعدا للاخ ديالك. تفضل الشريف. اجي هنا الله يستر عليك امام الارض ديال السلاليه. انت يعني من الناس اللي تيرعاو هنا بطبيعه الحال وتيحرضوا. تفضل. انا اللي كنتصرف في هذه الارض هذه. نعم، من 2007 كنتصرف في هذه الارض. انا اللي كنتصرف، خوتي مهاجرين، انا اللي كنتصرف في هذه الارض. هاد الناس، هاد النائب ديال دوار الحاج رحال اللي داخل السلاليه تعدى عليا، انا اللي داير بيا محضر، ما داروش خوتي، داروا بيا انا اللي حارت، وانا اللي كنت حارت قرب الدوار. سيدي قرب الدوار فين هو؟ هو على بالكم محروس، هو قرب الدوار. هادي ارض با ارض. نعم، اجي هنايا الشريف الله يستر عليك. هادي ارض روكا الدوار، شكون اللي ساكن فيه؟ اجي هنا الله يخليك. الدوار سيدي كانوا ساكنين فيه الناس، بقى ساكن فيه واحد، كاين فيه واحد السيد هو اللي بقى ساكن فيه. نعم، كيقولوا ليه الحبيب بن المختار. لا، ما بين السميت الله يخليك. نعم، هو اللي ساكن فيه. دروكا واحد اللي هو اللي ساكن في الدوار، واحد هو اللي ساكن في هذا العزيم. نعم، ودروكا يعني هذه سنوات ما باقيش عمرها تحطت هذه الارض، ما عمرها قصا التراكتور. 19 عام ما عمره قصا التراكتور. احنا داخلين ليها، هاي راه كدا شحال من عام هذا ما شاء الله. وشنو الرساله ديالك الشريف انت؟ الرساله ديالي هاد الناس تعداو عليا، هاد الناس، هاد النائب ديال الجماعه السلاليه تعدى عليا. انا واحد الراجل مسكين، واحد الراجل دروش. انت سيدي كتشوف، سر عينك تل الخيام تل العزبان، واش كاينه شي ارض محروطه؟ انا داري مطارمه في اراضي الجماعه السلاليه الحروم. اسيدي راه كان شي حروم، ها هو الحروم ديال العزيم. نعم، واش محروط؟ إلا كان محروط غيبان محروط، كان ما محروطش راه غيبان محروط. يعني شنو الرسالة اللي بتقول للمسؤولين؟ الرسالة ديالي أنا كنطالب من سعادة جلالة الملك الله يحفظه، الله يكبر به، الله يعفو عليه. هاد الناس راهم تعدوا حدود الله وما ظلم نفسه، قال لك اللي متعدى حدود الله وظلم نفسه. هاد الناس راه ظالميننا على أرض بانا، أرض جدودنا. أنا من نهار عقلت حليت عيني و13 عام وانا راعي الغنم في هذه الارض. انا زياده خلق هنا في هذا العزيب، راه بداري، راه كاينه داري هنا في هذا العزيب، راه بكوارها بزريبها بكل شيء ليها. انا راعي الغنم، كانت 5000 هكتار فات عزيب طار بن سعيد، 5000 هكتار. انا و 13 عام مني حليت عيني لقيت كلشي محوز الا حنا محوزين حتى شي حاجه. الا كنا محوزين دايريننا متراميين في الاراضي السلاليه في الحروم قرب الدوار. هاد الدوار ها هو راه نسر عينك اسيدي، غرب وشمال راه ما حارتين حروم ما شاء الله. يعني الرساله واضحه الشريف، ان شاء الله يكون خير، وان شاء الله تكون الرساله وصلت لعامل اقليم اليوسفيه وكذلك المسؤولين باش انهم يتخذوا الاجراءات اللازمه بخصوص هذا الموضوع هذا. كما تشاهدوا معنا اليوم حنا مع مجموعه ديال الناس اللي من اراضي السلاليه هنايا في جماعه الخوالقه، تقريبا ما يقرب على ما يبعد على 15 كيلومتر على جماعه الخوالقه كما تشاهدوا معنا. وللاسف تنشوفوا بانه حنا اليوم جاو باش نشوفوا حنا في موسم، واحد الموسم استثنائي، واحد الموسم اللي يعني تنعرفوا بانه الامطار قليله. هاد الناس هادو يعني ما يقرب على 20 سنه ما حرطوش هاد الارض هادي، وتتفاجئوا باش تتفاجئوا انهم توصلوا بمحاضر وانهم شكايات بخصوص هذا الموضوع بانهم تراموا على ارض سلاليه. شريف بغيت تقول شي كلمه؟ تفضل تفضل سيدي تفضل خلي انا شد عليك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاد الناس اخويا ما دايرين لهم حارتي الحرم وما حارتي لا حرم لا والو، هادو مايل الحصيده الاصليه كاع راه ما محروطاش مده واحد 19 عام هادي كاع ملي ماتوا هما ما حرسوا ما والو، ما دايرين لهم محترمين في الحرم وما عندها حارتي لا حرم لا هادشي يعني كيتضلوا في هاد المساله، كيتفاجئوا بالمحاضر كيجوا من الجماعه السلاليه وكانوا ما الله يهديهم هاد الشيء. ما شنو تقول للمسؤولين الشريف انت؟ هو المسؤولين خصهم يكون داكشي القانون راه باين، خصهم الحاجه اللي ما في القانون ما خصهاش دار، خصهم حنا نبغيو يكونوا ما نجوش نلقاو النزاع ونلقاو خصنا اللي يجي عند واحد الانسان نلقاوه بحال هذا بحال هذا بحال هذا كيما عشنا مع جدودنا في الاولين ومع والدينا ولا شي. دابا كتجي عند واحد كتلقاه منازع مع واحد داكشي كتزيد تغادر ماشي كتعاود تزيد ترجع للبلاد. وان شاء الله نتمنوا خير ان شاء الله. الخير هاد الناس ان شاء الله يكون خير ان شاء الله، ان شاء الله الرساله ان شاء الله تكون وصلت للمسؤولين. اذا كما تابعتوا معنا حنا اليوم في ارض سلاليه كما تشاهدوا معنا، نحيد هذيك وشوف يعني كما تتابعوا معنا من خلال هذا المباشر حنا تتواجدوا بقلب ارض سلاليه الدوار دوار الحاج رحال اللي تيبعد تقريبا ما يقرب على 15 كيلومتر على المركز ديال الجماعه ديال الخوالقه اقليم اليوسفيه. حنا امام هذه الارض السلاليه كما تشاهدوا معنا من خلال المباشر اللي ما تحطاش تقريبا ما يقرب على 20 سنه بسبب الصراعات، بسبب يعني الصراعات ما بين يعني الناس السلاليين. وللاسف اليوم مهاجر مغربي اللي تيجي يعني من ديار المهجر على اساس انه باش يدير الزيتون باش يدير هنايا يعني يساعد يعني الفلاحه بصفه عامه هنا باقليم اليوسفيه، رغم المراسلات اللي يعني تيقول بانه دار مراسله العام الاقليم اليوسفيه اللي حالها على اللجنه المتخصصه باش تقوم بالدور ديالها، ولكن كاين تعثرات، كاين شي حاجه شي امور اللي تتوقف سير المساطيل القانونيه بخصوص الاجراءات وتقسيم الارض السلاليه كما تشوفوا معنا من خلال هذا المباشر. وللاسف هاد الناس هادو اللي تفاجئوا بانهم توصلوا بمحاضر بخصوص ان هذه الارض بانه فلحوها وبانهم حرطوها يعني وجابونا يعني جابوا يعني اليوم حنا كقناه الشعب قناه شوف تيفي يعني جات بقلب الحدث وقلب بعين المكان باش انه تقرب المشاهدين وتقرب يعني الحال ديال الفلاحه هنايا بجماعه الخوالقه اقليم اليوسفيه. كما تشاهدوا معنا يعني ارض صعيبه ديال الفلاحه كما تشاهدوا معنا ارض صعيبه لانه فيها الحجر بزاف يعني تتطلب واحد المجهود كبير باش انه خصوصا انه اغلبيه ديال الناس هنا كما تشوفوا دوار يعني رحل يعني كلشي غاب فيه يعني كلشي الناس رحلوا من هذا الدوار هذا بسبب الجفاف بسبب قله المياه كما تشاهدوا معنا يعني بقى واحد الانسان اللي ساكن هنايا. كنا قبل لحظات شاهدنا يعني مجموعه ديال الكتيبه اللي خارجه، وللاسف حنا تنتمناو انهم السلطات يتدخلوا ويديروا جميع الاجراءات القانونيه باش انه يكون واحد الانصاف وما يكونش واحد الحيف وما يكونش واحد يعني الميول لواحد الطرف على طرف اخر. نتمنى ان القانون يسود في هذا المشكل ديال الاراضي السلاليه، وكل واحد من ذوي الحقوق ياخذ الحق ديالو كما هو كما يجب، وانه يكون يعني الانصاف في هذه المساله هذه. ما بقى لي انا نشكركم، تتمنى المسؤولين هذه رساله للمسؤولين هنا بعمله اليوسفيه تبع جهه مراكش اسافي. شكرا لكم على المتابعه، وتحياتي لكم متتبعينا خلال هذا المباشر.